500 مسؤول حكومي من الجهات الاتحادية والمحلية يجتمعون بتوجيهات قيادة حكومة دولة الإمارات، والهدف من هذه الاجتماعات هو تحسين جودة حياة الناس في كافة المجالات، تمكين الإنسان وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. شيوخ وجهونا كفريق عمل أن نحن نشرك المجتمع وكافة فئات المجتمع في الترتيب والتحضير لهذه الاجتماعات. نحن نبغي نسمع ونشوف شو اللي يهم الناس، لأن المجتمع عندنا في دولة الإمارات هو محور عملنا كحكومة، هو محور اجتماعاتنا السنوية وشريكنا في الإنجازات في تقدم دولتنا العزيزة. نبغي نسمع منكم، نحتاج منكم الرأي والمشورة والفكرة في هاي المواضيع، وإن شاء الله بينضموا لكم معالي الوزراء والمسؤولين في الجلسات المختلفة كلا حسب موضوعه.